السلام عليكم، خلينا نتعرف كيف نتعرف باللغة الإنجليزية. تابعوا معايا هذه النقاط 1 2 3 4. أولا هذا الشخص اسمه توم، قال My name is Tom. My name is Tom. كرر ورايا My name is Tom. اسمي توم. My name is Tom. أحسنتم. الآن رقم 2، هي قالت له Nice to meet you Tom. Nice to meet you Tom. Nice to meet you. Nice معناها جيد، جميل، كذا. To meet you أن ألتقي بك، يعني جميل أن ألتقي بك. لو قلنا فرصة سعيدة ممكن تكون okay. أو سررت بلقائك، طيب ممكن تكون بهذا المعنى أيضا. خلينا ندرب عليها. Nice to meet you. Nice to meet you. أسرع شوية. Nice to meet you. Nice to meet you Tom. هي عرفت عن نفسها رقم 3، قالت I am Anna. I am Anna. لاحظوا ما قالت اسمي أنا، قالت أنا أنا. Okay. فالآن حيرد عليها توم يقول Nice to meet you too Anna. To بمعنى أيضا. طيب Nice to meet you too Anna. سررت بلقائك أيضا Anna. نعيد الحوار مرة ثانية وركزوا معايا وحاولوا تقولوها ورايا حبة حبة. طيب My name is Tom. My name is Tom. Nice to meet you, Tom. I am Anna. Nice to meet you too, Anna. الآن بعد ما خلصتوا من هذا الحوار اللي هو في الدرس، خلوه حوار بينكم أنتم الاثنين، أنتم ورفيق الدراسة. يعني ممكن نقول My name is Amal. Nice to meet you, Amal. I am Sarah. Nice to meet you too, Sarah. Okay. غيرنا الأسماء. انتبهوا وغيروها وحاولوا تدرب عليها أكثر مرة لين ما تنطلق عندكم القدرة ولسانكم ينطلق إن شاء الله بإذن الله. أوكي. يلا السلام عليكم.